برحب بحضراتكم من جديد، وخلونا نبتدي بالاخبار اللي معانا. رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شدد على اهميه الالتزام بوضع الخطه الخاصه بوقف تخفيف الاحمال بنهايه عام 2024، كمان اكد على اهميه رفع كفاءه مرفق الكهرباء والعمل على مجابهه سرقات الكهرباء منعا لاستنزاف موارد الدوله. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق، وأشاد بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات. الهدف من ده هو تحقيق جهود خفض الأسعار وزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد على أهمية الالتزام بوضع الخطة الخاصة بوقف تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024، مؤكداً في السياق ذاته أهمية رفع كفاءة مرفق الكهرباء والعمل على مجابهة سرقات الكهرباء منعاً لاستنزاف موارد الدولة. وجه دكتور مدبولي بضرورة العمل على مواجهة سرقات الكهرباء، كما وجه أيضاً بسرعة العمل على وضع الخطط اللازمة للربط الكهربائي مع دول الجوار بما يعظم من قدرات الشبكة القومية للكهرباء. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود خفض أسعار السلع بمختلف الأسواق. في مستهل الاجتماع أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود المبذولة لضبط أسعار السلع في الأسواق على مدار الفترة الماضية، مشيداً بما يتم من تعاون وتنسيق مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات لتحقيق هذا الهدف، ومؤكداً أهمية العمل على الاستمرار في بذل هذه الجهود، خاصة مع نجاح الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي في ضبط سعر الصرف وتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء أن ملف الزراعة بيعد من أهم الملفات اللي تم النظر ليها عند بناء برنامج الحكومة الجديدة، حيث يمثل أحد أربعة قطاعات تضعها الحكومة على رأس أولويات أجندتها إلى جانب قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. وشدد مدبولي على أهمية تفعيل التنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري للتوسع في تحويل الأراضي المزروعة لاستخدام أساليب الري الحديث، خاصة زراعات القصب اللي بتروى بالغمر بما يضمن ترشيد استهلاك مواردنا المائية والحفاظ على مقدراتنا في هذا المجال الحيوي. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع الدكتور أحمد فؤاد هن وزير الثقافة. في مستهل اللقاء أكد رئيس الوزراء الاهتمام بملف الثقافة وكافة الأمور اللي بتتعلق ببناء الإنسان المصري، قائلاً لوزير الثقافة: نعول عليكم كثيراً في العمل على استعادة قوة مصر الناعمة وتعزيز الهوية الثقافية المصرية. وأكد رئيس الوزراء ضرورة استمرار العمل على تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من أصول ثقافية جذباً لمزيد من شبابنا، فلدينا القصور الثقافية والمسارح وغيرها من الأصول الثقافية التي يجب أن تستغل الاستغلال الأمثل، لافتاً إلى أهمية وجود خطة متكاملة بمستهدفات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن المنطقة الشمالية العسكرية نظمت بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة من رجال الأعمال والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني حفل توزيع جهاز عرائس ل 500 شاب وفتاة من المقبلين على الزواج من أبناء محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ اللي بتقع بنطاق المسؤولية، فضلاً عن توزيع عدد من الأجهزة الكهربائية على 25 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والمحافظين والشخصيات العامة، واللي بيأتي في إطار حملة بلدك معاك اللي أطلقتها المنطقة الشمالية العسكرية في المحافظات اللي بتقع بنطاق المسؤولية. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، استقبلت القوات البحرية وفد من القوات البحرية الفرنسية بحضور كل من الفريق أول نيكولا فوغور رئيس أركان القوات البحرية الفرنسية والفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية. تضمنت الزيارة قيام الوفد بجولة تفقدية لعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح اللي شهدتها القوات البحرية المصرية في الآونة الأخيرة.